السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصة مالح وحلو، وراح ان شاء الله تحضروا معايا، نقدم لكم احسن تقديم ان شاء الله، الاحسن اكلات معايا بربي ان شاء الله. مرحبا بكم، تفضلوا. نبداو عندنا الطبق تاعنا اللي حلقة اليوم باذن الله شبح الصفراء. راح نعطي لكم الطريقة كيفاش نخدموا شبح الصفراء، ثم العجينة وكيفاش نطبعوها كيفاش نقليوها، وحاجة ثانية راح نعطي لكم كيفاش نطيبوها في العصاص صحة هكا. بسم الله على بركة الله، نبداو إن شاء الله. نبداو مع المقادير، تشوفوا معنا المقادير نتعرفوا عليهم، بعد نوليو كيفية التحضير خطوة بخطوة. بسم الله، عندنا لوز مرحي، عندنا سكر، صفار البيض، وهادو القوالب اللي راح نطبعوا بهم شبح تاعنا. عندنا ماء ورد مقطر، هادي مقادير اللي راح نخدموا بهم العجينة الشبح الصفراء. من بعد ان شاء الله نعاودوا نوليو للمقادير الاخرى اللي راح نستعملوها ان شاء الله في العصاص تاعنا. عندنا ماء الورد المقطر، ودركا بسم الله نبداو. شوفوا معايا الطريقة خطوة بخطوة، نبداو نجيبو البول تاعنا فاش نخدمو. هكا عندنا نبداو باللوز المرحي، ندير لوز مرحي 3 كيلات، تسمى هذا اللي نكيلو به الكيل اللي نكيلو به اللوز تاعنا هو اللي راح نكملو به الكيل الاخر كامل. نديرو 3 كيلات من اللوز تاعنا المرحي، نحطو نكملو نحطو السكر. الكيله اللي كي البول اللي كيلنا به اللوز تاعنا هو نفسه اللي نكيلو به السكر، نديرو منه 3 كيلات تاع اللوز ونديرو الكيله تاع السكر. شوفوا الكيله تاعنا نقصوها هكا، حسبوا صبع، شفتوا صبع نقصوها، فما تجيش حلوه بزاف من بعد في القليه تاعها، ما تجيش حمراء بزاف مليحه وتجيكم لا كولور تاعها مليحه بزاف. ها 3 كيلات تاعنا تاع السكر، نخلطوها مليح حتى يدخل هذاك السكر في اللوز. كما راكم قاعدين تشوفوا معايا، نروحوا الماء الورد، شوفوا واش نديرو. نعطيكم هذه باش من بعد كي تعودوا تقليو فيها ما تتفتتكمش في المقله، ماشي مش نبلوها بالماء ورد، حطوا قطره فقط للنكهه فقط، كما راكم تشوفوا قطره فقط هكا للنكهه. هنا احنا واش نديرو، نبلوها بصفر البيض، راهي ما تتبلش بالماء ورد، باسكو راكم كنتو غلطوا وتبلوها بالماء ورد راهي من بعد راح الحبه كي تحطيها في الزيت راح تتفتت. حنا رانا حطيناها للنكهه فقط، هنا راح نبلوها بالصفر تاع البيض. لميها حتى تستلم لك وتولي لك عجينه طريه تقدري تشكليها وتستعمليها. هذا هو القوام تاعها هكا. نكملوا البنات، هانا قاعدين نخلطوا فيها، لموها تولي عجينه. البنات ايسيو تعجنوها مليح، شتو باش هذاك الحب تاع السكر، باسكو انا عندنا سكر حرش نخدموا فيها بالسكر حرش، ايسيو تعجنوها مليح وتدخلوها مليح، من بعد كي تاكليها ما تلقاهاش محبحبه بزاف فيها هذاك السكر تاع وين تغزاها. لموها هكا الطريقه هذه كيما راكم تشوفوا معايا، شوفوا القوام تاعها زي ما جات، تجي عجينه طريه من بعد تجيكم سهله في الطبعه تاعها. شوفوا هكا واش نديرو البنات، نروحو نجيبو لو بابي تاعنا ونغلفوها ونلموها، وراهي شوفوا باش تكون لكم ناجحه ومليحه وتجيكم هايله، خليوها تبات
كامله، ولا كان عاد ما عندكمش الوقت 6 سوايع يكفيوها. بصح على قد ما تركي هذه العجينه، على قد ما تجي بزاف مليحه، وعلى قد ما هذاك السكر يطلق روحه في البيض، يطلق روحه في العجينه، وتكون بزاف مليحه. نجيبوا لو بابي تاعنا نلموها فيه. البنات نخليوها تركح، نعاود نغسل يديا ونجيكم. هاي البنات العجينه. البنات راني درت لكم انا كميه، تسمى لي هذه الكميه اللي راني خدمتها معاكم دركا، راهي دير لكم قائمه الصحن ان شاء الله في شهر رمضان. كي تحبي ديري صحن شبه صفرة بالطريقه اللي راح نديرها انا، بس راح نخدمو شبه صفرة وحدها. هذه الكميه راهي دير لكم صحن كامل، تسمى من 12 حبه حتى ل 15 حبه. عندنا ضيق الوقت، لا غالب ما نقدرش باش نخليها تقعد ونزيد نعاود نولي لكم. راني موجدتها خالصه واجده، نعاودوا ان شاء الله نشوفوها معكم وهي واجده. نخليوها تركح شويه، نطبعوها قدامكم تشوفوا كيفاش نطبعها، تشوفوا كيفاش نخدمها، تشوفوا التشكيل تاعها زي ما مع نخلصوا ان شاء الله. نعطي لكم الطريق تاع كيفاش نقليوها، كيفاش نخدموها، ومن بعد ان شاء الله تشوفوها معنا واجده. لا غالب لضيق الوقت. نجيبو فاه نطرحوها، شوفوا البنات ديجا مش راكحه، وشوفوا النتيجه تاعها زيما كي تركح راهي تجي احلى من هكا، وتجي خير على هكا بزاف. شوفوا الله يبارك جات روعه ما شاء الله. نجيبوا ناس على بالكم راهي تلصق شويه باسكو العجينه مش راكحه، فهمتوا؟ احنا نبلوها شويه، عجينه طريه جدا، على قد ما تنشف على قد ما تجي بزاف مليحه. راح نعاون بيدي، راح نعاون العجينه بيدي باسكو راهي تعطيني الطوع باه نخدمها. نعاون بيدي، بعد نتوما كي تخليوها تركح وتخليوها تروبوزي العجينه تاعكم تاع الشباح راح تعطيكم. وكاينه ثاني اللي تحب كيما نقولوها تعود هكا مزروبه باش تخدمها، تقدر دير فوقها لو بابي، دير فوقها نيلون ولا بابي كويسون ولا، وتطرحها باش ما تلصقلهاش هكا. والبنات سيداتي حبيت ثاني نقول لكم باللي الشباح كل وحده والذوق تاعها، كل وحده وكيفاش تحب تشوف الحبه تاعها، كان اللي يديرها عاليه شويه، كان اللي يديرها شويه ناقصه. هذه راهي تولي لكل وحده وكيفاش تحب الشبه تاعها. المهم انا عطيتكم الطريقه الصحيحه والناجحه اللي كيفاش راحين تخدموها ورايحة تجيكم بزاف مليحه. راحين نجيبوا القوالب تاعنا، حطوهم هكا، حطوهم قدامكم باش توليو تشكلوا اللي تحبوا. كاين اللي يحبوا يديروا شكلين، كاين اللي يحبوا يديروا ثلاث اشكال، كاين اللي يحبوا نوعوا الشباح تاعهم ويديروا فيها اشكال بزاف. وقادما كانوا يشكلوها بيديهم، حنا درك رانا عندنا نشكلوها بالقوالب تاعهم. نبداو بسم الله. اللي تحبها عاليه الشباح تاعها، شوفوا كي تطبعها تجي طبعا محسوب قد اللي وصلت لوين يخلص القالب تاعنا. هكا حنا نشكلوهم بالاشكال كامل باش تشوفوهم. ماناش رايحين نديرو كمية كبيرة،
راح نديرو نعزلكم الطريقه فقط كيفاش تجي. شوفوا هو يا نورمالمون اي تجي شايحه على هكا. نعتذر لا غالب العجينه مش راكحه بزاف. نجيبو الزيت تاعنا نحطوه يسخن في مقله ونشوفوا نعت لكم كيفاش راحين نديروها باسكو هاد الشباح تاعنا راحين نقليوها زوج قليات، القليه الاولى والقليه الثانيه باش طيب مليح. من بعد كي نحطوها في لاصوص تاعنا راهي جوست راح تدخل لها لاصوص فقط. نعت لكم الطريقه تاعنا كيفاش راحين نقليوها. نخليوه يسخن البنات راح نعسلكم دركا الطريقة كيفاش راح نقليوها. نجيبو البياض البيض، هاو عندنا بياض البيض. بياض البيض تاعنا باش تجي، شوفوا باش كي نقليوها تجي الحبه مسقمه ومعدوله وما فيهاش هذاك هذاك الكاش هكا تاع البيض. واش نديروا الطريقه؟ نجيبوا نصفيوا البيض تاعنا ونزيدوا له حوالي ملعقه كبيره تاع الماء. نصفيوا البيض تاعنا. واش يهبط في البيض؟ يهبط غير هذاك سمحوا لي نجيبو نعاونو شويه بالمغرفه هكا بالطريقه هذه. شوف هكا البنات، البنات هذا اللي بقى من فوق هذا اللي يجي هكا. شوفوا اللزج هذا معنا ما ندير به نرميه. ها هو هذه النتيجه. واش نديرو البنات؟ نجيبو مغرفه كبيره تاع ماء نخلطوها مع بياض البيض. نجيبو البانسو تاعنا. الطريقه سما اللي راح نخدموا بها ان كنا كانوا بكري يحكموا الحبه هكا تاع الشباح، يحكموا الحبه تاع الشباح يغطسوها ويعاودوا يجبدوا يقليوها. انا حنا باش جينا الحبه متحوفه نحكموها هكا الشباح تاعنا ونبانسيوها. راح نعت لكم قدامكم كيفاش راح تتقلى الحبه ونروحوا باش ما نطولوش. ما عندناش لا غالب سمحوا لي ما عندناش الوقت بسمع بزاف. راح نعت لكم طريقه واحده كيفاش نديروا حبه واحده ومن بعد نتوما تكملوا الوحده تاعكم هكا. تدهنيها هكا بالطريقه هذه. كون الزيت تاعكم ديجا سخنت هكا دهني كل الجوانب باش يجي اللون موحد ولون واحد. الزيت تاعنا سخن البنات هكا جوست مع الثقله هكا تخليوهاش تطول ليه ليه تم تم. ارفدوها وحطوها تنشف شويه. لضيق الوقت راح نعت لكم برك الطريقه ومن بعد نتوما راهي نعاودوا لها نفس الطريقه اللي استعملناها المره الاولى. تهزي الحبه تاعك هكا تعاودي تخليوها تبرد البنات، فهمتوا؟ تخليوها تبرد تعاودي تبانسيها هك
والنار تكون بزاف 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 ناقصه حتى يسخن الزيت تاعك برك. سمحوا لي ما تسحركش الحبه باسكو غنحوسوا على اللون الذهبي. حوسوا على اللون الذهبي. خليوا الزيت تاعكم يسخن مليح ما تلصق لكمش في المقله. تحطيها بعد تمتم تعاودي ترفديها تهزيها تخليو الحبه تاعكم تبرد. عبالكم راني راح نعسلكم فقط الطريقه لانه العجينه راهي مش راكحه شويه اي ما تجيش هكا العجينه شويه مش راكحه باسكو حبيت نعسلكم فقط الطريقه هكا تكون هاي تحرقت لنا شويه معليش. اروحوا تشوفوا معايا كيفاش كي نخلصوا الخدمه تاعها خلاص كيفاش راح تكون الحبه تاعنا تاع الشبح راح تكون لنا هكا. سمحوا لي البنات على هذه لا غالب سما مش راكحه العجينه وسما عندنا ضيق تاع الوقت راح تجيكم الحبه هكا بالطريقه اللي نعسلكم. هذه الحبه هذا هو الشبح الصفراء تاعنا كما راكم تشوفوا فيها. نحيو هادو ونروحو دركا للطريقة كيفاش نخدمو لاصوص تاعها وتجي بزاف مليحة. رايحين البنات نكملو دركا ان شاء الله. نروحو لدركا نحيو نفيديو المكان تاعنا كامل نمسحو كامل الشي اللي كنا راني نخدمو فيه كامل نحيوه ونروحو كيفاش الطريقة تاع اللي رايحين نخدمو بها الشباح تاعنا بطريقة ان شاء الله ناجحة وصحيحة. عاودنا ولينا لكم سيداتي باش نكملوا ان شاء الله لاصوص تاع الشباح اللي كنا خدمناها قبيله. نبداو بالمقادير تاعها على بركه الله. عندنا ماء ورد المقطر، عندنا سكر حرش، عندنا حبه بصل تكون صغيره متوسطه مقصوصه، عندنا زبده، عندنا عواتر قرفه، وعندنا الشباح تاعنا اللي كنا خدمناها قبيل ملح فلفل الابيض زعفران الشعره. هك نبداو بسم الله. نجيبوا البصل تاعنا نحطوا البصل تاعنا نحطوا العواد تاعنا في القرفه شويه زعفران الشعره شويه فقط زعفران الشعره ما تكثروش على خاطرش رانا نحوسوا على اللون الذهبي. شويه فلفل الابيض اللي ما عندهاش الفلفل الابيض وتقدر تستغنى عليه تحط فلفل اسود يكون حب من بعد كي تصفي ان شاء الله ما تجيهاش المرقه فيها. شويه فلفل الابيض شويه فقط تاع الملح ونديروا السكر ثلاث ملاعق سكر نجيبو هكا نزيدو معاها نصف كاس تاع الماء ونحطوها تتقلى قطرات تاع قطرات فقط تاع ماء الورد هكا نخليو لاصوص تاعنا تسقلى ونروحو للديسير تاعنا. ارواح ومرحبا بكم نعاودو نوليو للديسير تاعنا. نروحوا سيداتي للمقادير اللي راح نستعملهم في هذا الديسير تاعنا اللي هو متمثل في لاموس تاع الكيوي. عندنا هاد لاكريم فريش ليكيد ب
باش نربحوا شويه الوقت كنا طلعناها كنا عارفوا نطلعوا لك خيم فخاش ليكيد. عندنا كيوي مرحي مع شويه تاع الماء، عندنا لي مورسو مقطعين خالصين تاع الكيوي، عندنا حبه كيوي للدريساج للتزيين، عندنا سكر، عندنا مايزينا نشا، وعندنا هذه لا غوم تاع الكيوي مخدومه فريش، وعندنا مورسو صغير تاع زبده. عندنا في البوت تاعنا هذا الشونتي طلعناها ديجا كنا خدمناها من قبل باه نربحوا الوقت. هاد لا شونتي تاعنا طلعناها بكاس شونتي بنصف كاس حليب باه تجينا هكا جامده. وشنو نجيو ان شاء الله نديرو؟ نجيبو ملعقه نروحوا لبنات لا شونتي تاعنا نبداو نخدموها. كنا كيما كنا طلعناها من قبل نجيبو في هاد لا شونتي اللي راهي طالعه نجيبو نحطو مغرفه تاع لا غوم تاع الكيوي. مغرفه صغيره نزيدو نجيبو لا كريم فريش اللي كنا طلعناها من قبل نفرغوها على ثلاث دفعات. الدفعه الاولى جيبوا لاسباتيل تاعنا نحركوا بشويه ونفرغوا نحركوا بشويه ونفرغوا. شوفوا البنات الطريقه تاع اللي راحين نخدموا بها لاموس تاعنا ما تحركيهاش، هزي من تحتها وقلبيها خلي هاد لا حاولي تخلي اللون يدخل في كامل الكريمه اللي رانا نخدموا فيها. باه تحصلوا على اللون اخضر فاتح نزيدو نجيبو نكملو الدفعة الثانية. نهبطو نقسموها على ثلث مرات باش ما تهبطلناش الكريمة وتجينا لاموس تاعنا خفيفة هكا. نزيدو البنات نكملو الدفعة الأخرى اللي بقات لنا الكريمة السائلة تاعنا. هنكملوا في الخلط تاع لاموس تاعنا وباش نتحصلوا انا حبيت نتحصل على هذا اللون الاخضر الفاتح. شوفوا اللون وتجي شوفوا تجي لاموس تاعنا بزاف خفيفة. حاولوا تدخلوها كامل في بعضها هكا. هاي الطريقة اسمحوا لي فقط. نخليو لاموس تاعنا دقيقة نعاودو نوليو الشبه تاعنا راهي تقلات. نمرقوها زوج كيسان تاع الماء نخليوها طيب في الراحة حتى تدبال لنا هذيك البصل ونعاودو نوليو للتحلية تاعنا نكملوها مع بعضنا. كما قلت لكم هذه اللاموس تاعنا انا كملناها خدمناها. نجيو دركا للدريساج ومن بعد نروحو نوليو نكملو الطريقة تاع لا جولي اللي كيفاه نخدموها من الفوق. نعمرو لابوش تاعنا والله يبارك راهي واحد الريحه طالعه تاع لا غوم تاع الكيوي هايله والكريمه تاعنا جات بزاف 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 خفيفه.
نبداو بسم الله. جيبوا لي فيغي تاعنا. راح نعطيكم الطريقه تاع نعمرو قدامكم ومن بعد هكا. راحين نجيبوا لي مورسو تاعنا اللي كنا قطعناهم تاع الكيوي، نجيبوا ملعقه ونحاولوا نديروا الطبقه الثانيه ونعدلوهم هكا. من بعد يجيونا في التقديم بزاف ملاح. الطريقه هذه البنات هي سهله، طريقه سهله بزاف وبزاف بنينه. تقدروا كيما نقولوها تستعملوها باش نبدلوا شويه. والفنا ديما لاموس شوكولا، ديما لاموس لاموس تاع الفخاز، لاموس هاد المره درت لكم الطريقه تاع لاموس وكيوي. حبينا نبدلوا شويه ونتحصلوا على لون مليح وذوق مليح هكا. نحاولوا نديروا القوام ونقيسوهم قد بعضهم باش يجيونا يتشابهوا وتجينا التحليه بزاف بزاف مليحه. البنات خليهم هكا ونروحوا نخدموا لا جولي تاعنا تاع الكيوي اللي راحين نكملوها من فوق. كي نروح نحطو ونخدمو لا جولي نوليو نكملو حنايا الدريساج، باسكو رانا عندنا الطبقة الثانية اللي لازم نحطوها هنا. لا جولي راهي جوست طبقة صغيرة. جيبو كاسرول عندنا الكيوي تاعنا، حبة كيوي رحيناها، كنا رحيناها من قبل وخليناها هكا. نجيبو فيها نصف كأس تاع الماء، نصف كأس تاع الماء. أربعة ملاعق سكر، ثلاث ملاعق اللي كنا هضرنا عليهم من قبل تاع المايزينا، وعندنا هذه ما هي تتباع لا جولي تاع 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 الكيوي محضره خالصه. نحطوها ثاني معاهم. هكا بالطريقه هذه بلا فوي حركوا كل شيء بارد في بارد. كلش هكا بارد في بارد حتى لوين تذوب هذيك خلاص لا مايزينا، باه من بعد ما تكعبرناش. ونروحو نديروها على نار دليله مع التحريك المستمر، ما نحبسوش خلاص. بنات التحريك المستمر وعلى نار دليله حتى لوين تذوب لنا هذيك النشا خلاص. ونعطيكم ثاني سما طريقتي ونصيحه، كي تعودي تخدمي حاجه فيها نشا نقصي عليها النار خلاص واستعمليها وخليها طيب في راحتها، باش من بعد كي تعودي حابه تخدمي فيها اي حاجه بنشا ما نحسوش بالذوق هذاك تاع النشا اللي قلقنا في اللسان. البنات النار لازم تكون بزاف دليله، حنايا سمحوا لي لضيق الوقت ولازم نخلصوا ونكملوا ونعطيكم الطريقه النهائيه. لازمنا نزربوا شويه، بصح انا اللي قلت لكم الطريقه الصحيحه اللي راكم تستعملوها في هذا الطبق ولا في اطباق اخرى ولا في تحليات واحده اخرى اللي تعود فيهم النشا ويطيبوا على النار، لازم النار دليله نخليو هذيك النشا طيب بعقلها باش تروح لنا منها هذاك لوغو تاع النشا. نعودوا كي ناكلوها ما نغوتيوش هذاك النشا. هاي كملت هاي الطريقه
والقوام كيفاش يجي هكا. حنا نحبوا هذيك لا بريونس، كي نحيوها من على النار نجيبوها ونحطوا لها هاد لو مغصو تاع الزبده. الزبده ما تهمش الكميه قد ما تحتها تاع الزبده، المهم حنا نحوسوا على هذيك اللي تجينا هذاك اللمعان فقط. الريحه تاع الكيوي طالعه على الكيف تهبل هكا، وتستمر بالتحريك مادام سخونه باه تذوب هذيك الزبده. اذا بسنا هذا القوام كيفاش يجي، نحوسوا حنا باش نكملوا لها تجي لوغو تاعها مليح، ونتحصلوا على اللون اللي باش نختلفوا نخلفوه على اللون اللي استعملناه في لي فيغين تاعنا. نحطوا قطرات فقط من ذوق الكيوي، ودوك نعطيكم النتيجه اللي نتحصلوا عليها. واش نديروا البنات هنا؟ نحطوا لا كاسرول تاعنا، نجيبوا بابي فيلم ولا ونديروه هاد لو بابي فيلم. بزاف لي غولتور راح يغطيو هكا، نو هكا نقطعوه ونديروه هكا هكا لداخل. خليوها تبرد في راحتها ونروحو نكملو لاصوص تاعنا تاع الشباح. هاي البصل تاعنا راهي طابت دبلت طلقت اللوغو تاعها وكل شيء، نجيو نحيوها نصفيوها ونعاودو نعطيكم الطريقه كيفاش راح نكيلو السكر باش نديرو لاصوص تاعنا تاع قدمنا. نجيبو لا كاسرول والصفايه البنات، ديجا انا كنا درنا فيها من قبل الفلفل الابيض، حاولوا كي تخليوها كي تصفيوها ما تخليوش هذاك الفلفل يهبط. هاو يقعد لتحت دوك، نعاودو ردوها هنايا هكا باش هذا طيشوه. اللي تحب تحتفظ على هذا من بعد الدغيساج تخليه ندريسيو به، اللي تحب ما تحبش القرفة تحب طيشو. هاي لاصوص تاعنا، عاودو نرجعوها. كيما قلت لكم كي نرجعوا لاصوص اللي ديجا صفيناها ما تخليوش هذاك الفلفل يعاود يولي يهبط، بنحافظوا على اللون تاع الشباح تاعنا. ها يقعد لنا هكا شويه في الكاح، خليوه هنا. نجيو نشوفوا الطريقه كيفاش نكيلوا لاصوص تاعنا باش تجينا لاصوص تاعنا عاقده وكلش. الطريقه اللي نستعملها انا في لاصوص تاعي ان انا ندير بميز عيني، بصح انت تقدري تكيلي باش سيغتو للمبتدئات اللي راحين يبداو شبح الصفرا راحين يطبقوها ان شاء الله في شهر رمضان الكريم. كيلي لاصوص تاعك قد السكر، نقصي منه واحد 100 غرام ولا 150 غرام. ديجا حنا كنا رانا كيلنا من قبل هكا، نخلطوا هذاك السكر مليح ونعاودوا نرجعوا الوحده تاعنا على النار ونخليوها حتى لوين تعقد. نجيبوا شبح الصفره تاعنا لوحوها في المرقه، تهز الغليه لمده 10 دقائق. عندنا في الدغيساج اللي تحب تخليها هكاك تخليها هكاك، اللي تحب عندنا اللوز لوز مقشر خالص شويه زبده ولا شويه سمن نحمصه يتاخذ اللون الذهبي اللي نفس اللون تاع الشباح، ونكملوا نلوحوه فقط يهز الغليه وخلاص. نتلاقاو بربي ان شاء الله في صحن التقديم. كما وعدتكم سيدتي وقلت لكم نعاودوا نوليو الحل الطبق التقديم تاعنا، رانا جينا ليه. هذه شباح الصفراء انا كنا كملناها، هذه طريقه التقديم تاعها. اللوز كما كنت حكيت لكم عليه قبيله وقلت لكم اللي تحب تستغنى عنه تستغنى عنه، اللي تحب تحطو بوغ لو دريساج انا كنت ديجا تما وجدته باش نعطي لكم الطريقه. هكا نكونوا تحصلنا، شوفوا اللون تاع لاصوص، شوفوا الشبح كيفاش جات مليحه. خلصنا من هذا،
نروحو نوليو للتحليه تاعي اللي كنت خليتكم قبيله فيها، ما كملناش معنا دريساج، حبيت نكملها قدامكم وتشوفوني. على بالي شهيتكم فيها، وعلى بالي بلي بزاف تشهيتوها، وعلى بالي بزاف حبيتوا تشوفوا النتيجه تاعها كيفاش جات. نكملوا دريساج خفيف، هذاك لو دريساج يولي ليكم نتيا والطريقه تاعك اللي تدريسي بها. انا نعطيكم طريقه خفيفه، طريقه اللي الناس كنت تقدر تستعملها، ومن بعد تولي ليك نتيا واللمسه تاعك سيداتي. نجيو الحبه تاع الكيوي نقطعوها، الطريقه هذه. البنات دريساج بلا ما نهضر بلا ما نحكي على الدريساج، راهو يولي لكل وحده واللمسه تاعها فيه. هكا هكا نكونوا خلصنا الطبق تاعنا، وتكون ان شاء الله عجبتكم. جربوها البنات ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في اطباق اخرى ان شاء الله معايا، وبزاف راحين يعجبوكم. نتلاقاو ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.